تشرفوا بمعرفتها. اهلا بك استاذه، تفضلي معنا. مرحبا بك في بلاصه صباحيه الدزام. مرحبا بك لالا، تفضلي. اولا نهنيوها على العمل النبيل اللي تسكنوا به استاذه. شكرا. تكلمنا كثير، يعني انا صراحه انبهرت سميره بالعمل اللي كيقوموا به هي طبعا، يعني بالمشاركه ديال الناس اللي تيخدموا معها. مرحبا بك معنا مدام استاذه خديجه مفيد. غادي نتكلموا طبعا على هاد الخدمه انتم اللي كتاديوها لهاد النساء الارامل، غير هي سميره ماشي تيعيلوا هاد الناس، ما كيعطيهمش واحد القدر المادي فقط غير باش ياكلوا وليداتهم. الا بغيتوا نشوفوا شنو كيديروا به نشوفوا الروبورتاج. اياه اولا الروبورتاج. سيدة رشيدة سباعي نموذج لامرأة أرملة ما استطعتش إعالة الأبناء ديالها بوحدها لضيق الحاجة، لكن ملي لجأت لجمعية الحضن ولات كتوصل بكفالة يتامى وتغطية الحاجيات ديالهم. ملي توفى الزوج ديالي الله يرحمه، يعني كان كيبيع وكيشري، يعني ما عندوش شي خدمة رسمية اللي كان اللي غادي نعول عليها من بعد. أول حاجة درتها مشيت كنخدم في الشركات. الشركة كتمشي من الصباح، يعني كتخرجي من دارك مع 6:30، ما غادي تجي حتى 7 أو 8 د العشية، ولا اقتضى الحال كيشدوك حتى 10 ديال الليل. يعني ما كتكونيش انك كتجلسي حتى مع ولادك، كتجي عيانة غادي تخاصك تنعسي. الوقت اللي تعرفت بهذه الجمعية هذه ساعدونا ووصلونا لواحد الحوايج اللي ما ماشي هما غير انهم غير كافيين لليتيم فقط، بل حتى الام، لان الام حتى هي مسكينه كتعاني بزاف. تبعوك الخطوات عندك، اش تعاني منها؟ اش من مرض؟ واش وليداتك بخير؟ الا كانوا وليداتك تعاني من شي حاجه، حاولي بالنسبه للدواء، بالنسبه للطبيب، بالنسبه لاي حاجه كيقول لك اي مشكل عيطي لينا. المبلغ اللي كتوصل به السيدة رشيدة خلاها توفر منه وتحصل على دبلوم الفصالة باش تكتسب مهنة تخليها تعيش وليداتها، خصوصا اللي بلغوا 18 سنة. داك المبلغ اللي كيعطيونا خاصنا حنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا، إلا ما عرفناش حنا كيفاش نتصرفوا لا ما نوصلوش لشي حاجة. هما تا هما تيقولوا لنا خاصكم ديروا واحد الحاجة، ما حدنا حنا كنساعدوكم، غتجي واحد الوقت اللي غيكبروا وليداتكم وما غاديش تلقاو اللي غادي يد المساعدة ليكم. وحاليا الفلوس ديالهم هي اللي تقريبا عايشه بها، لانه لو ما كانتش ما خلصتش الضو، هاد الضو اللي كنضوي به انني ما غاديش نلقى باش نخلص الضو. انا شفتي سميره في الله يجازيهم بالخير. نعم، يعني عمل نبيل. فالسيده خديجه مفيد، اذا كان ممكن تكلمينا على هاد الدعم اللي تتقدموا لهاد النساء، وصفي لنا شنو هو، عباره عن ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعامل مع الأرملة هو جا نتيجة للتعامل مع الطفل في إطار دعم الطفولة المحرومة. نعم. واللي ابتدأنا فيه كبرنامج سنة 2004، برنامج من برامج الجمعية لتحقيق هذا الهدف اللي هو دعم الطفولة المحرومة. بدينا بواحد المشروع ديال كفالة 10 أيتام في السنة. ارتفع الآن العدد من 10 آخر الإحصائيات اللي عندي وأنا قادمة إلى البلاطو، وصلنا ل 400 ديال الأيتام اللي هما 400 الأسر. نعم. بعد من بدينا كنتعاملوا مع الطفل، وجدنا الطفل اليتيم اللي هو كيعتبر أكثر درجة من الحرمان من غيره من الأطفال المحرومين. وجدنا بأن هناك معاناة أخرى هي المرأة التي ترعى هذا الطفل. وللإشارة فإننا نحن نعتمد برنامج كفالة الطفل داخل أسرته. نعم. على عكس كفالة على عكس الطفل داخل الخيريات أو الأيتام. نعم. كنسميو باغيناج. الكفالة بمعنى الباغيناج. نعم. فبعد ذلك وجدنا بأن المرأة الكافلة أو الراعية اللي هي الأم تعاني من عدة مشاكل، منها مشاكل قانونية ومشاكل نفسية ومشاكل في التأهيل. نعم. بحيث أنها لا تكون تنتظر أن تكون أرملة. نعم. وأن الواقع ديال هاد الأرملة اللي احنا كنتعاملوا معها هي من الفئة
البسيطة والمعوزة اللي الرجل فيها كيكون هو العائلة الوحيد والمرأة ما كتكونش عندها مؤهلات، فالموت كيجي مفاجئ وهذيك المرأة ما كتكونش مستعدة لا من الناحية المادية ولا من الناحية النفسية، بالإضافة إلى العدد ديال الأولاد اللي كتكون خصها ترعاهم ماديا ونفسيا، وحتى في المجال السكن كيكون داك مهددة من جميع الجوانب. فانتم الدعم اللي كتقدموا لهم شنو مثلا قلتي من الناحيه القانونيه حتى الدعم كيتمثل حنا لحد الان ما كنقدموش دعم للارمله في حد ذاتها، هو دعم لليتيم داخل هذه الاسره ومنه كتستافد الارمله. نعم. ولكن الدعم الان اللي حنا مارسناه مده 4 سنوات هو الدعم المعنوي اللي كيتمثل في الدورات التاطيريه اللي كتتم على راس كل شهر واللي كتبني على اساس تكوين هذه المرأة في المجال القانوني، المجال النفسي ومجال تأهيلها للمساهمة في الإنتاج، أي لا تبقى يولي عندها عمل عاجزة وتنتظر فقط هذه المساعدة تستهلكها. أنا السؤال اللي عندي أستاذة لتفضلتي، واش كنتم واش غير الجمعية بوحدها ولا معكم محسنين معكم متطوعين؟ نعم. نحن جمعية مدنية بمؤسسة بقيادة نسائية، وهذه القيادة النسائية من خاصية ديالها أنها مجموعة من الأطر، الأطر يعني العالية التي تشتغل في التعليم العالي والأطباء وصاحبات الأعمال الحرة يعني النساء أعمال. شيء مشرف تبارك الله. أنا عندي سؤال، يعني هالتأهيل من غير النفسي والقانوني يعني التأهيل واش كتعلموهم حرفة واش كتدفعوهم يتعلموا حرفة؟ الآن فين وصلنا الآن؟ لأن كان عدة مشكلات اللي واجهناها مع الشخصية الأرملة، كان من بين الأشياء اللي كيستعملوها أن ملي كتجي تقدم الجمعية باش تاخذ الكفالة، لأنها كتدوز من مراحل، المرحلة الأولى إيداع الملف، المرحلة الثانية زيارة اللجنة للأسرة، المرحلة الثالثة هو التوقيع على هذا الملف. هل هو أكثر حاجة باش كنختاروا تستافد باش يكون تكافؤ الفرص ما بين الارامل، وعندنا هذا الشيء موزع على التراب الجغرافي ديال الجهات البيضاء في اطار تفعيل الجهويه والتمركز في واحد المنطقه لرفع المستوى مستويات الفقر فيها. نعم. فواش كتعلموهم يعني مهنه كيف ما قال الاستاذ؟ في الاول لقينا مشكلات ان ملي كتجي الجمعيه كتستعمل جميع الوسائل اللي كتبين بانها دونيه يعني محتاجه. فاول شيء بدينا حنا كنرفعوه من خلال التأهيل هو ان هذه المراه ما خصهاش تبقى كتبرز بذات دونيه، اولا خصها تكون عندها ثقه في نفسها وانها يمكن ليها تنتج وتغير الواقع ديالها. المرحله الثانيه هو درنا رصد واحصائيات ما هي المؤهلات اللي عندهم، شي حاجه اللي عندهم يمكن ليهم مثلا السيده اللي كتتقن في الصاله ربما، اللي كتتقن في الصاله، اللي كتتقن الطبخ، اللي كتتقن المهم الاعمال اللي عندهم فيها مؤهلات او استعدادات لتعلمها ربما ما تكونش عارفاها ولا مستعدينها من جديد. استغرقت واحد الفتره والان قسمناهم الى مجموعات، والان احنا بصدد مشروع اسمه تمكين الأرملة. هذا المشروع الذي ستستفيد منه 270 أرملة بمعنى 270 أسرة. نعم. موزع على التراب الجغرافي ديال الدار البيضاء، وغيكون المشروع الرائد لو بروجي بيلوت في الحي الحسني. نعم. اللي دابا حنا كنسعوا فيه، درنا دراسه المشروع وكنسعوا فيه باش نقوموا بشراكات مع التنميه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. نعم. مع وزاره التنميه الاجتماعيه. كاين بالاضافه من طرف الدوله مثلا الدعم كان في المشروع ديال الاستماع وديال مشروع تلميذي مستقبل بلادي. منين تيجيكم الدعم المالي؟ منين تيجيكم الدعم المالي؟ هو احنا وسيط بين هذه الفئه وبين الفئة الغنية، مبنية على ثلاثة العناصر. العنصر الأول هو الثقة، العنصر الثاني التواصل، والعنصر الثالث هو كما قلت الأطر اللي كاينة في الجمعية، أطر متميزة في المجتمع، عندها شبكة واسعة من العلاقات. هذه الشبكة بالفعل الدينامية ديال الأشخاص اللي كاينين في المؤسسة كي يجلبوا
الناس اللي كيتفاعلوا مع المشاريع وكيدعموها. هذه هي الطريقه اللي كنشتغلوا بها. دابا الصباحيه دوزام بالاضافه ربما نركز على النقطه ديال التمويل لانه مهمه حساسه. هذه مهمه استاذه. اكيد ان المحسنين تيشوفوا فينا صباحيه دوزام اليوم ويبغيو يساعدوا هاد الارامل. كيفاش يجيو عندكم؟ كيفاش يتصلوا بكم؟ بالنسبه للمحسنين انا كنشوف بان المغاربه عندهم واحد القدره على الاحسان، وهذه ماشي جاي راجع اليوم. مغربه ماشي غريبه، لان الى درسنا مؤسسه الوقف في المغرب تعتبر اول مؤسسه في التاريخ ديال العالم، والمغرب كان هو الرائد فيها. هذه يمكن تكون في حلقه اخرى. فبالنسبه للمحسنين يمكن لهم يتصلوا بالمؤسسه على حسب المشروع اللي باغي. جمعيه الحضن، جمعيه الحضن الوطنيه المتواجد مقرها بشارع غاندي زنقه بن كثير، وبالهواتف ديالها المسؤوله على كفاله اليتيم، كاينه اللي مسؤوله على كفاله اليتيم، كاينه اللي مسؤوله على مراكز استماع، على حسب البرنامج اللي بغاو يدعموه. بغاو يدعموا برنامج اليتيم كيتصلوا بالمسؤول على كفاله اليتيم. ما كاينش ما احسن من كفاله اليتيم يعني. ويتصلوا بملكه، ملكه هي المسؤوله المنسقه الاداريه للجمعيه، وتحيلهم على المكلفه ببرنامج كفاله اليتيم ودعم دعم الارمله. جزاكم الله خيرا. نعم كنا تكلمنا على يعني انكم